السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا أبنائنا وبناتنا طلبة التعليم الفني الزراعي الصف الثاني مادة الألبان. انتهينا من الترم الأول، شرح امتحاننا فيه خلصناه، هنبدأ في الترم الثاني إن شاء الله. في خلال الترم الثاني هتتعرض لثلاث امتحانات، كل نهاية آخر شهر هيكون في امتحان. الامتحان بيشمل كل المواد، أنا هتكلم عن مادة الألبان. باقي الوحدات المنتظرة إن شاء الله هيبدأ شرحها مع بداية تلك الحلقة إن شاء الله. إيه اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة؟ النهاردة هنتكلم عن الوحدة الخامسة، وهي عبارة عن حفظ اللبن، عبارة عن حفظ اللبن. بمنطق آخر أو بمسمى آخر هتكلم عن المعاملات الحرارية التي تجرى على اللبن. أنا هعمل معاملات الحرارية هي كم نوع وإيه اللي بيحصل أثناء المعاملات الحرارية. ثلاثة أنواع من المعاملات الحرارية نبدأ نرتبها إن شاء الله. أولا هنبدأ بالبسترة، يليها عملية التجنيس، والتجنيس لا تعتبر عملية من المعاملات الحرارية ولكن هي من مكملات عملية الحرارية اللي هي عبارة عن التعقيم. تاني عملية هناخدها للحفاظ على اللبن وهي عبارة عن عملية الغلي. تالت عملية والأخيرة هتكون عبارة عن عملية التعقيم. هيتخلل المعاملات الحرارية هيتخللها خلال عملية الشرح عملية التجنيس. طب نبدأ بأول معاملة حرارية تجرى على اللبن وهي عبارة عن البسترة. وهي عبارة عن البسترة، يبقى هتكلم عن طرق حفظ اللبن البسترة. لما نيجي نتكلم عن البسترة في بدايتها، يا ترى تنسب لمين البسترة؟ مين اللي اخترع البسترة؟ عالم اسمه لويس باستير هو اللي اخترع البسترة. وجد أنه عند تعقيم عصير العنب طالت مدة الحفظ، في حين أن العصير الغير مبستر ما طالتش مدة الحفظ بتاعه وتعرض لسرعة التلف. إذن تنسب البسترة للعالم لويس باستير. طب لما نيجي نعرف البسترة هي عبارة عن إيه البسترة؟ خلي بالك، تعريض جميع جزيئات اللبن لدرجة حرارة معينة ومدة معينة. الحرارة والمدة تكون كافية للقضاء على الميكروبات المرضية، ومعظم خلي بالك الميكروبات الغير مرضية أو وإيقاف نشاط الإنزيمات دون المساس بخواص اللبن، ثم التبريد إلى أقل من 10 درجة مئوية. إذن تعريف البسترة مرة تانية، خلي بالك بأعرض اللبن لدرجات حرارة تكون كافية للقضاء على الميكروبات المرضية. يا ترى أنا مقيد بدرجة حرارة أثناء عملية البسترة؟ أيوة طبعا مقيد بيها، لأن البسترة لها أنواع. لاحظ حاجة، بعد إجراء عملية البسترة ووصول درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة التي تكون كافية للقضاء على الميكروبات وإيقاف عمل الإنزيمات، لابد من إجراء عملية التبريد الفجائي أقل من 10 درجة مئوية عشان أتمم عملية البسترة. طب إيه الغرض من إجراء عملية البسترة؟ ما هو الهدف من إجراء عملية البسترة؟ الهدف الأساسي من إجراء عملية البسترة غرضين، وخلي بالك ما تحطش دايما الامتحان في دماغك إن هو الفيصل في كل شيء، لا، خلي بالك اتعلم حاجة. أنت بتاخد ألبان لازم يكون عندك خلفية حتى لصحتك. طب خلي بالك معايا في اللي جاي، إيه الهدف من عملية البسترة أو أغراض البسترة؟ هما غرضين، غرض صحي وغرض تجاري. الغرض الصحي ان اوفر لبن ومنتجاته، اللبن بمنتجاته خالي من جميع الميكروبات المرضية، ده الغرض الصحي. اما الغرض التجاري، اللبن لو انت سبته خارج التلاجة او خارج عوامل الحفظ او ما اجرتش عليه عمليات حفظ مختلفة ايا كانت نوعها، هيفسد، هيتلف، هتبدأ تنشط البكتيريا او الميكروبات وهيتلف مني اللبن. اذا الغرض التجاري، الغرض من البسترة الغرض التجاري هو اطالة مدة حفظ اللبن عشان اخلي اللبن يعيش معايا اطول فترة ممكنة. طيب ايه هو الاساس العلمي الذي بنيت عليه درجات حرارة البسترة والمدة؟ طب ندي مثال بسيط خالص، انا عندي مجموعة ميكروبات موجودة داخل اللبن،
لو أنا قضيت على أقوى وأصعب الميكروبات اللي هو اللي بيتحمل درجة الحرارة، أبقى أنا كده ضمنت القضاء على باقي الميكروبات المرضية. طب مين أقوى الميكروبات الموجودة داخل اللبن اللي هي ممكن تتأثر بالحرارة أو بتتحمل درجة الحرارة؟ هو ميكروب السل. إذن عند القضاء على ميكروب السل نكون قد قضينا على جميع الميكروبات المرضية، وأيضا عملنا إيقاف لنشاط الإنزيمات. إذن الأساس العلمي في تحديد درجات حرارة البسترة هو القضاء على ميكروب السل. لو أنا قضيت على ميكروب السل نهائي خلاص، إذن أنا ضمنت أن أنا عملت عملية إبادة أو قضاء على باقي أنواع الميكروبات. طيب المدة اتحددت، درجة الحرارة اتحددت، طب بقسم درجات الحرارة إلى كام درجة أو كام وسط عندي؟ لو أنا رفعت درجة الحرارة إلى 62 درجة مئوي أو 62.3 المدة أو لمدة 30 دقيقة، أكون كده ضمن إن قضيت على ميكروب السل. لو أنا عليت الحرارة أكتر شوية ورفعت الحرارة 71.8 ولمدة 15 ثانية، إذن أنا قضيت على ميكروب السل. لو رفعت درجة الحرارة إلى 82 درجة مئوي ولمدة 10 ثواني، إذن أنا قضيت على ميكروب السل. بالقضاء على ميكروب السل إذن تم القضاء على جميع الميكروبات. طب حد في حضراتكم لاحظ حاجة في درجة الحرارة والمدة؟ ملاحظين أن هناك علاقة عكسية بين درجة الحرارة والمدة، بحيث كلما ارتفعت درجة الحرارة تقل المدة اللازمة لإجراء عملية البسترة. إذن البسترة توقف نشاط الإنزيمات، تقضي على الميكروبات، وخاصة توقف نشاط الإنزيمات وخاصة إنزيم اسمه إنزيم الفوسفاتيز. طرق البسترة اللي خدنا التعريف، خدنا الغرض، خلي بالك نخش على طرق البسترة. ثلاث طرق نذكرها مع بعض: بسترة بطيئة، البسترة السريعة، البسترة الخاطفة. طب ناخد جزء جزء أو طريقة طريقة. الطريقة الأولى وهي عبارة عن البسترة البطيئة. البسترة البطيئة لها اسم تاني اسمها طريقة الحجز. البسترة البطيئة يحدث بها رفع درجة الحرارة إلى 63 درجة مئوي ولمدة 30 دقيقة، ثم التبريد الفجائي إلى أقل من 10 درجة مئوية. وأنا بعمل عملية بسترة اللي هي البسترة البطيئة، فيه طرق متبعة لإجراء عملية البسترة. في حالة كميات اللبن الكبيرة هضطر أن أستخدم ثلاثة أحواض أو أكثر من حوض عشان أعمل فيه عملية البسترة. حوض لعملية البسترة وآخر للحجز وآخر للتبريد، يبقى ثلاث أحواض. في حالة الكميات الصغيرة بستخدم هو حوض واحد يجرى به عملية البسترة وعملية الحجز وعملية التبريد. إذا تخلي بالك إن البسترة البطيئة درجة حرارتها كام اتفقنا؟ 63، والمدة كام؟ 30 دقيقة. من ضمن طرق البسترة البطيئة وهي عبارة عن طريقة الأحواض. البسترة البطيئة بتتميز بإيه؟ إيه مميزاتها؟ ده جهاز أنت ممكن تعمله حوض زي حوض التجبن اللي عندنا في المدرسة، لا يحتاج إلى أجهزة دقيقة أو معقدة، قلة التكاليف، قليل التكاليف بالنسبة للكميات الصغيرة، رخيص الثمن إذا ما قورنا خلي بالك بباقي الأجهزة، سهل التشغيل، لا تتطلب أو لا يتطلب خبرة فنية عالية في إحداث عملية التشغيل، وجود ضمان كافي للقضاء على الميكروبات المرضية وإيقاف الإنزيمات بنسبة 97%. خلي بالك يعني بيعمل عملية البسترة حاجة عالية خالص. لا يؤثر على خواص اللبن، واقدر اقول لك انه ما بيأثرش على خواص اللبن. ليه؟ لان درجة الحرارة انت بتستخدمها 63 ولمدة نصف ساعة او 30 دقيقة. طب عيوب البسترة البطيئة ايه؟ ايه عيوبها؟ بيتبخر جزء من اللبن، وخاصة في حالة الأواني أو الأحواض المتسعة. وأنت بتعمل عملية بسترة، فأنت بتعمل عملية بسترة في أحواض كبيرة، بيتبخر جزء كبير جدا من ماء اللبن. احتمال تلوث اللبن، ولكن إمتى؟ بعد إتمام عملية البسترة وأثناء عملية التعبئة. أنا هعرض لعملية تلوث أثناء عملية التعبئة. احتمال تكاثر
البكتيريا المحبة للحرارة، لأنك استخدمت زي ما اتفقنا درجات حرارة 63 درجة مئوي ولمدة نصف ساعة. زيادة تكاليف التسخين والتبريد لعدم الانتفاع بالأساليب الحديثة في اللي في العمل اللي هو التبادل الحراري. كبر المساحة اللازمة للأجهزة اللي عندي، احتياجها لعدد كبير من العمال، تأخذ وقت طويل للحصول على أول دفعة للبن المبستر. خلي بالك، إذا خدت المزايا خدت العيوب، أخدت كمان عندي الغرض من عملية البسترة. وبكرر لحضراتكم مرة تانية، ما تحاولش تستصعب المادة، خد المادة، مادة الألبان شيقة جدا، خدها إنها مادة غذائية، مادة صحية لك أنت. طيب خدنا العيوب، خدنا المزايا، طب إيه هو تاني نوع من أنواع البسترة؟ يبقى خدنا النوع الأولاني البسترة البطيئة، تاني نوع من أنواع البسترة وهي عبارة عن البسترة على درجة حرارة عالية ووقت قصير. البسترة لها اسم آخر UHT أو HTS. البسترة على درجة حرارة عالية ووقت قصير دي تعتبر من أكثر الطرق شيوعاً، بستخدم فيها أجهزة وخاصة أجهزة يسمى المبادل الحراري. طب درجة حرارة البسترة السريعة بتوصل لكام عندي؟ توصل درجة البسترة السريعة ده درجة حرارة البسترة السريعة إلى 72 درجة مئوي. ولمدة كام المفروض أنا أنتفع بيها؟ لمدة كام؟ بنتفع بيها لمدة 16 ثانية. إذا ظهر معانا أهو، كل ما رفعت درجة الحرارة بتقل المدة اللازمة لإجراء عملية البسترة. المفروض أثناء عملية البسترة أنا بعمل عملية تبريد، بعد الانتهاء من عملية البسترة بعمل عملية تبريد فجائي لدرجة حرارة أقل من 10 درجة مئوي. بالظبط كده زي ما يكون واحد حران وبيلعب كورة وجسمه سخن ويطلع في البرد مرة واحدة أو جلع هدوم مرة واحدة، إيه اللي بيحصل له؟ بياخد دور برد. ما أنت كده بتعرض البكتيريا أو الميكروبات الضارة والإنزيمات كمان لدرجة حرارة مرتفعة ثم درجة حرارة منخفضة، خلي بالك، في وقت فجائي. إذا تحدث عملية القضاء على الميكروبات المرضية. طيب أنا هعمل البسترة السريعة في جهاز يسمى المبادل الحراري ذو الألواح المعدنية. إذا تبادل الحرارة بيتم في جهاز، بيمر اللبن خلال الجهاز، خلي بالك، ويحدث عملية التسخين والتبريد، إما تسخين باللبن أو يعني لبن هيسخن لبن. لما تشوف دورة مرور اللبن داخل الجهاز هتلاقي إن بيحدث عملية التسخين إما باللبن أو بالماء الساخن، والتبريد يتم باستخدام الماء الساخن. طب نشوف كده تركيب الجهاز عبارة عن إيه؟ حوض موازنة، عندي مبادل بارز الألواح المعدنية، خلي بالك، ألواح معدنية تقف في النص، بيمر حواليها اللبن من الاتجاه ده والاتجاه التاني بيمر وسيلة التبريد أو وسيلة التسخين. عندي تاني أربع أقسام للمبادل الحراري. المبادل الحراري أول قسم فيه قسم التسخين والتبريد الانسلاخي. ليه سميناه انسلاخي؟ لأن بتنسلخ درجة الحرارة من اللبن السخن بتروح للبارد ترفع درجة حرارته. يبقى من ناحية أنا بسخن اللبن اللي داخل الجهاز ولسه داخل بارد عندي، بأسخنه ما بفخش حرارة كتيرة خالص، ما يعني ما بستهلكش طاقة، إن اللبن السخن بيسخن البارد، والبارد بينزل درجة حرارة السخن، لذلك سمي قسم التسخين والتبريد الانسلاخي. ويحدث فيه تبادل الحرارة بين اللبن الخام والبارد اللي هو اللبن المبستر يعني. رقم 2 قسم التسخين بالماء الساخن، مية سخنة هي اللي هترفع درجة حرارة اللبن. هنا يتم التبادل الحراري بين اللبن والماء الساخن بحيث ان المية توصل درجة حرارة اللبن الى 72 درجة مئوي. وصلت للدرجة اللي انا عايزها اللي هي درجة حرارة ايه بقى؟ درجة حرارة البسترة السريعة اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده اللي هي 72 لمدة 16 ثانية. ثم قسم التبريد بالماء العادي، يبدأ يخش الماء العادي بارد يبدأ ينزل درجة حرارة اللبن. قسم التبريد بالماء المثلج، الماء المثلج عشان أوصل درجة الحرارة إلى 10 درجة مئوي وهو عبارة عن التبريد المفاجئ. طب ينتقل بعد ذلك إيه؟ خلي بالك، أثناء
مرور اللبن داخل الجهاز لابد ان هو بيمر على مجموعة مراحل، وانا عايز اعرف داخل الجهاز حدث عملية بسترة او الحرارة وصلت ل 72 درجة مئوي ولا لا، عن طريق ما يسمى صمام الارجاع او العاكس. العاكس هو اللي بيظهر درجة الحرارة وصلت ولا ما وصلتش، وصلت كام؟ 72 درجة مئوي. وصلت ل 72 درجة مئوي يبدأ يمرره على القسم اللي بعد كده اللي هو قسم الحجز، عشان يقعد اللبن داخل قسم الحجز لمدة 16 ثانية عشان يتعرض للبسترة، خلي بالك السريعة. طيب اللي بعد كده، ايه مزايا البسترة السريعة؟ يبقى احنا اتفقنا من البداية ان عندي بسترة بطيئة، عندي بسترة سريعة، عندي بسترة خاطفة. لكل نوع من انواع البسترة الثلاثة له درجة حرارة ومدة، واتكلمنا فيها قلنا كلما ارتفعت درجة الحرارة اللازمة لعملية البسترة تقل المدة، المدة بتقل على طول. طب الحرارة لو انخفضت تزيد المدة عشان اتمم عملية البسترة، خلي بالك في اللي جاي. طب ايه هي المزايا وايه هي العيوب وايه تأثير العملية او المعاملات الحرارية على اللبن؟ ده اركز عليه جامد، ركز عليه جدا. خلي بالك مزايا البسترة بطريقة الحرارة العالية، خلي بالك، والوقت القصير. واحد، سرعة إتمام عملية البسترة. البسترة بتتم بسرعة لأن بستخدم أجهزة حديثة، واسم الجهاز ذكرناه وبذكره لكم مرة تانية هو المبادل الحراري ذو الألواح المعدنية. المبادل الحراري ذو الألواح المعدنية. اتنين، في مزايا البسترة بطريقة الحرارة فوق العالية والوقت القصير، دقة الجهاز وكفاءته العالية جدا في ضبط الحرارة والمدة اللازمة لإجراء عملية البسترة. تلاتة، الجهاز لا يشغل حيز كبير، لكن في البسترة البطيئة كان بيشغل حيز كبير لأنه مجموعة من الأحواض، يا إما حوض واحد في حالة الكميات الصغيرة أو عدد من الأحواض يصل إلى ثلاثة أحواض في حالة الكميات الكبيرة. طب خلي بالك، عدم تعرض اللبن للهواء الجوي مطلقا، بيمر اللبن داخل الجهاز ويطلع على وحدة التعبئة والتغليف ما حدش بيشوفه. طب رقم خمسة، يمكن التحكم في قدرة الجهاز، أنا أقدر أتحكم في الجهاز بحيث أزود الساعة بتاعته أو أقللها. ضمان بسترة اللبن لوجود صمام الإرجاع اللي أنا لسه بتكلم عنه أو العاكس، ما هو صمام الإرجاع بيحدد يا ترى اللبن وصل 72، أهلا وسهلا، يبقى يعدي ما طب ما وصلش درجة الحرارة اللي أنا عايزها وما وصلش، لا يرجع تاني ياخد نفس الدورة ويبدأ يلف عشان ياخد عملية البسترة ويوصل لدرجة حرارة 72 درجة مئوية. درجة الحرارة الايه المستخدمة، خلي بالك، لا تلائم البكتيريا المحبة للحرارة زي البسترة البطيئة. البطيئة كنا 63، هنا 72. 72 غير ملائمة للبكتيريا اللي بتحب درجة الحرارة، يبقى هيقضى عليها، هيقضى عليها. الجهاز بتاعي سهل التنظيف جدا، بقدر انظفه سريع. اما في الاحواض، وده هناخدها في صوره مقارنه حالا ان شاء الله، خلي بالك في طريقه الاحواض عايزه مجهود عشان اعمل عمليه الغسيل والتنظيف. اقتصادي في نفقات التسخين، لما انا قلتها من شويه ان اللبن السخن هو اللي بيسخن البارد، والبارد خلي بالك بيسخن من التقيل، واللبن السخن كمان انا بفقد منه درجه الحراره او بنزل درجه الحراره، وبالتالي بوفر في نفقات التسخين. طيب ناخده مقارنة ما بين البسترة ذات الحرارة العالية والوقت القصير. وجه المقارنة، أو أنا هقارن من حيث إيه؟ حجم الأجهزة. يا ترى في البسترة السريعة والوقت القصير حجمه صغير، طب البسترة البطيئة كبيرة وعايز مساحة. الحيز الذي تشغله في البسترة السريعة والوقت القصير المساحة صغيرة، طب في البسترة البطيئة المساحة كبيرة. سعة الجهاز، الكمية اللي هتخش داخل الجهاز في البسترة السريعة يمكن التحكم بها، في البسترة البطيئة لا يمكن التحكم بها، اللي انت عامل حوض ياخد 50 كيلو، بهم 50 كيلو ماذا اقول، هترجع بقى تخسر نفسك وتعمل حوض تاني. الزمن في البسترة السريعة 16 ثانية، في البسترة البطيئة نص ساعة، يبقى مين فيهم اطول؟ لا، البسترة البطيئة اطول، البسترة السريعة اقصر مدة قصيرة. سهولة التنظيف، لسه جايلينها من حالا أن الجهاز في البسترة السريعة والوقت القصير أسهل في عملية التنظيف، أما في البطيئة صعب ومحتاج مجهود. الكفاءة، البسترة السريعة HTST خلي بالك أقل في قتل الميكروبات بنسبة 4%،
خلي بالك، مع ان دي طريقه ايه حديثه، بس لها حاجات تانية. اللبن ما بيحدثلوش عمليه تلوث بعد اجراء عمليه البسترة. ولما نتكلم ونذكر اقل في قتل الميكروبات بنسبه 4%، مش معنى كده ان البسطره ما تمتش، لا البسطره تمت، ولكن اقل بنسبه 4%. عن مين؟ عن البسطره البطيئه. خلي بالك دي اعلى في نسبه قتل الميكروبات اللي هي البسطره البطيئه. مدى التلوث، اللبن لا يتعرض للتلوث في حاله البسطره السريعه والوقت القصير HTST، اما في حاله البسطره البطيئه بيتعرض اللبن لعمليه التلوث وخاصه اثناء عمليه التعبئه. العماله، خلي بالك في الاجهزه الحديثه او في الطرق الحديثه لا تحتاج الى عماله كتيره، اما في البسطره البطيئه بتحتاج لعماله كبيره. طب الخبره في التشغيل، مين اللي انا بحتاج منه خبره في التشغيل؟ بحيث الاجهزه في البسطره السريعه والوقت القصير تحتاج الى خبره في عمليه التشغيل. طب عيوب طريقة البسترة، خلي بالك، السريعة والوقت القصير لها عيوب. لها عيوب. رقم واحد، ارتفاع ثمن الجهاز إذا ما قورن بالأجهزة الخاصة بالبسترة البطيئة، يتطلب خبرة فنية في عملية التشغيل. طب هو انت متخيل ان دي عيوب؟ ده عيوب، هي موجودة، عيوب، ولكن يمكن التغلب عليها وسهلة جدا. لذلك البسترة السريعة والوقت القصير أكثر الطرق المستخدمة، خلي بالك، على أنحاء العالم، لأنها بتحقق لي كل الأهداف اللي أنا عايزها. خلي بالك، يبقى أنا خدت انتهيت من كام نوع من أنواع البسترة؟ 2، البسترة البطيئة، البسترة السريعة. أخدت في كل نوع منهم درجة الحرارة، خدنا المدة، خدنا الغرض من البسترة في البداية خالص، خدنا مميزات، خدنا عيوب، خلي بالك من اللي جاي، خدنا تأثير البسترة أو تأثير البسترة على حسب نوعها على صفات اللبن. طب عندي ثالث نوع من أنواع البسترة، وهي تسمى البسترة الخاطفة، سريعة جدا بقى، دي بسترة خاطفة سريعة خالص. خلي بالك بيحدث فيها إيه؟ بأسخن جميع جزيئات اللبن إلى درجة حرارة 80 إلى 85 درجة مئوي لمدة 10 ثواني. حد ملاحظ حاجة تاني كل مرة أفكرك بيها؟ خلي بالك ان كلما ارتفعت درجه الحراره تقل المده اللازمه لاجراء عمليه البسطره. هنا وصلت الحراره في البسطره الخاطفه من كام لكام؟ من 80 الى 85 درجه مئوي. اذا المده هتكون كام؟ 10 ثواني. ما تنساش، اوعى تنسى ولا تشيل من دماغك، لابد من اجراء عمليه التبريد الفجائي. ليه؟ لاتمام عمليه البسطره. اذا البسطره الخاطفه، خلي بالك، زي ما ذكرناها اهوت، انتهينا منها. تاثير البسطره على صفات اللبن الناتج، اي نوع من انواع البسطره؟ ايوه، اي نوع من انواع البسطره. هم اذكروني بيهم كده يا اولاد، كانوا كام نوع من انواع البسطره؟ 3، بطيئه، سريعه، خاطفه، 3 انواع من انواع البسطره. هي البسطره بتاثر على اللبن؟ طب بتعمل فيه ايه؟ طب بتحقق لي مميزات؟ ذكرناها. طب فيها عيوب؟ ذكرناها. طب نشوف تاثير البسطره على صفات اللبن. تؤثر الى حد كبير على حجم القشطه المتكونه فتقللها بعض الشيء. معلومه ليك انت، خلي بالك، مش بصعب عليك الموضوع ده، انا بوصلك معلومه هتستخدمها اكتر في سنه ثالثه كمان. كل حبيب الضوء محاطه بغلاف خارجي الماده لاصقه. الماده اللاصقه دي، خلي بالك انت، لما حبيبات الدهن اثناء التجميع لتكون طبقه القشطه، هي اللي بتساعد في عملية التجميع أو عملية التكوين. طب لما برفع درجة الحرارة بأقضي على المادة اللاصقة، بالتالي هتقل كمية القشدة المتكونة، القشدة المتكونة. تعمل على ترطيب 5% من الألبيومين والجلوبيومين. الألبيومين والجلوبيولين بترصبهم. تحول نسبة 5-10% من أملاح الكالسيوم من صورة ذائبة إلى صورة غير ذائبة. انت راجل بتاع البيان لازم تكون فاهم ما الفرق بين الصورة الزائبة والصورة الغير زائبة بالنسبة للبن. الصورة الزائبة هي التي تتمم عملية التجبل أثناء الصناعة، أما الصورة الغير زائبة لا تتمم عملية التجبل. حطها في دماغك كويس، لأن اللبن المعامل حراريا عند صناعته أحد المنتجات اللبنية وليكن الجبن مثلا، لابد من إضافة أملاح كالسيوم لتعويض ما فقد أثناء عملية البسترة أو التسخين. لازم اضيف املاح كالسيوم عشان اخد خصره جيده واخد جبنه جيده. تؤثر نسبيا على بعض الفيتامينات واهمها الثيامين.
تقضي على انزيم اللايبيز، البسترة بتقضي على انزيم اللايبيز فيمنع بذلك عملية التزنخ. اذا البسترة بتمنع عملية التزنخ، لا تقلل من القيمة الغذائية، البسترة لا تقلل من القيمة الغذائية. الخسرة الناتجة من اللبن المبستر اكثر طراوة او طرية. ليه هي طرية؟ لا تفتكروا، ودي معلومة برضو يا كمان هتاخدها اكتر في سنة تالتة. اللبن المبستر يتم ترسيب الالبيومين والجلوبيولين اللي هي عبارة عن بروتينات الشرش اللي كانت بتفقد مع الشرش اثناء عملية التصنيع. واحنا قلناها في الترم الاول، الترم الاولاني خلي بالك كان عندنا من ضمن مكونات اللبن البروتين. البروتين مقسم الى كازين وبروتينات شرش. بروتينات الشرش تفقد مع الشرش. طب لو انا عايز اجعتها عندي عشان ازود التصافي، خلي بالك هعمل عملية تسخين، بس الاحظ حاجة ان رفع درجة الحرارة بيحول املاح الكالسيوم من صورة تساعد في عملية التجبن الى صورة لا تتمم ولا تساعد في عملية الايه؟ التجبن. يبقى لازم اضيف بديل لاملاح الكالسيوم. يبقى هنا الخسارة الناتجة من اللبن المبستر اكثر طرو. انا عايز اتأكد البسترة تمت بكفاءة عالية ولا لا؟ ركز معايا بقى في الاختبار ده، سهل جدا وده هيظهر انت فاهم ولا لا. اسم الاختبار الذي يستخدم لتحديد مدى كفاءة عملية البسترة يسمى اختبار الفوسفاتيز. طب ارجع لورا، لا مش بجسمك، لا بدماغك يعني. هترجع لورا خلي بالك، في الترم الاول قلنا من ضمن الانزيمات الموجودة داخل اللبن هو عبارة عن انزيم الفوسفاتيز. لو انا بسترت اللبن وجيت بعمل له الاختبار ولقيت انزيم الفوسفاتيز موجود ما زال في اللبن، وده هنعرفوه ازاي دلوقت، اذا البسترة ما تمتش بكفاءة عالية. طيب انزيم الفوسفاتيز مش موجود، خلاص اذا البسترة تمت بالكفاءة العالية. طب انا هعمل ايه في الاختبار ده، او هاجريه او اتممه ازاي؟ خلي بالك يوجد داخل اللبن انزيم يسمى انزيم الفوسفاتيز القلوي. هذا الانزيم يتلف برفع درجة الحرارة. الانزيم بيتلف ويقضى عليه برفع درجة الحرارة. طب لو ما اقتمش القضاء عليه بدرجات الحرارة بيعمل ايه؟ بيحلل املاح الفوسفات وينفرد نتيجة التحلل مادة تسمى الفينول. لحد كده كويس؟ اقول تاني، لو ما تمش القضاء على انزيم الفوسفاتيز، انا بعمل الاختبار ده علشان احدد مدى تمام كفاءة عملية البسترة، تمت بالكفاءة العالية ولا لا؟ فموجود عندي انزيم الفوسفاتيز، لو قضي عليه خلاص انتهى. طب لم يقضى عليه اعرفه ازاي؟ هو بيعمل ايه؟ انزيم الفوسفاتيز بيحلل املاح الفوسفات فينتج عن التحلل مادة تسمى الفينول. لو انا جبت محلول كشاف او جوهر كشاف اسمه فولن ويسيوكالتو، فولن ويسيوكالتو ده جوهر كشاف، لو انا جبته وحطيته على عينة اللبن وظهر لون ازرق دليل على عدم تمام كفاءة عملية البسترة. ما ظهرش اللون الازرق، اذا البسترة تمت بالكفاءة العالية، تمت البسترة بالكفاءة العالية. يبقى خلي بالك بأكشف عن تمام كفاءة عملية البسترة باختبار يسمى اختبار نقط، اختبار ايه؟ الفوسفاتيز. خلي بالك من اللي بيحصل فيه. طيب نشوف اختبار كفاءة تمام عملية البسترة، وقلنا ده الأساس في الاختبار. يوجد داخل اللبن انزيم الفوسفاتيز وانتهينا منه. شوف بقى المواصفات القياسية للبن المبستر. ايه هي المواصفات القياسية للبن المبستر؟ امتى اشوف اللبن المبستر واقول لك ده هو خلاص تم تعريضه لدرجة الحرارة والمدة الكافية واللازمة ويتمتع بالصفات الجيدة؟ ان تكون جميع اجزاء اللبن تعرضت لدرجة الحرارة والمدة الكافية او اللازمة للقضاء على الميكروبات عشان اطلق عليه مواصفات قياسية. اتنين، يعطي نتيجة سلبية لاختبار، ايوه صح كلامك مظبوط، الفوسفاتيز اللي هو بيستخدم في الكشف عن تمام كفاءة عملية البسترة. لا يختزل ازرق الميسيلين في اقل من نص ساعة. لو حطيت ازرق الميسيلين على عينة اللبن ما يعملوش عملية ازالة الا بعد نص ساعة. وهذا يشير خلي بالك من الحتة اللي جاية دي عشان ممكن اجيبها لك في صورة اكمل، التشريع المصري على عدم الاحتفاظ باللبن المبستر داخل المعمل اكتر من 24 ساعة. اذا مدة حفظه داخل المعمل 24 ساعة. طب لو حطه في التلاجة
48 ساعة داخل محلات البيع مع توفير درجة الحرارة، وبكون ده مكتوب على الايه؟ على العبوة. قبل ما اخش في التجنيس اذكرك بالمعاملات الحرارية وطرق حفظ اللبن اللي انا هخش في موضوع بعد من على طول. عندي في البسترة خدنا التعريف، خدنا الغرض، خدنا انواع البسترة او طرق البسترة، خدنا درجات الحرارة، كل الحاجات اللي خدناها فيه حاجات مهمة وبسيطة. ندخل على اللي بعديه، تجنيس اللبن. مش هقطع عليك في تجنيس اللبن اكتر من تعريفه وتأثير التجنيس على صفات اللبن. هو انا بعرف التجنيس عبارة عن ايه؟ تفتيت وتكسير وتجزئة حبيبات الدهن وتوزيعها على جميع اجزاء اللبن. ليه؟ لمنع انفصال الدهن اثناء عمليه التصنيع. وانت بتصنع الجبن او المثلجات اللبنيه اللي هي الجيلاتي او الايس كريم هينفصل الدهن منها، يبقى لابد من اجراء عمليه التجنيس. طب نشوف اللي بعديها. طبعا بيتم التجنيس بواسطه مجنسات. خلي بالك الغرض من اجراء عمليه التجنيس، انت بتعمل تجنيس ليه؟ لمنع انفصال وطفو حبيبات الدهن على السطح اثناء عمليه التصنيع. عند صناعه قشده المائده يزيد من اللزوجه والنعومه. عند صناعه المثلجات اللبنيه يجنس المخلوط عشان الدهن ما ينفصلش لوحده وباقي المكونات لوحدها. ده خلي بالك ده عمليه التجنيس بتعدل قوام الجيلاتي كمان، بتخلي القوام متماسك. غير كده كمان يستخدم في صناعة الجبن لمنع طفو الدهن أثناء عملية التجبن زي ما ذكرت لك من شوية. عند تحضير اللبن المعد ذوبانه بإضافة قشطة لازم أكون عامل أنا للبن عملية تجنيس، أو لازم أعمله عملية تجنيس عشان أوزع القشطة أو الدهن على جميع أجزاء اللبن. إنتاج لبن ذو مظهر جيد وطعم دسم وقابل أو سريع الهضم. المواصفات القياسية لللبن المجنس، خلي بالك بقول لك تنص المواصفات القياسية المصرية على أن اللبن المجنس هو ما تم تجزئة حبيباته وتفتتها وتكسرها وتجزئتها وتوزيعها على جميع أجزاء اللبن. طب أعرف أن اللبن ده حدث له عملية تجنيس وبيتمتع بالمواصفات القياسية إزاي؟ خلي بالك بطبقة الدهن أو القشطة لا تطفو على السطح، وإذا تركت عينة منه لمدة 48 ساعة في زجاجة فيجب ألا تزيد نسبة الدهن في العشر العلوي من العبوة عن 10%. خلي بالك. طب في التجنيس يشترط أن اللبن المجنس لابد أن يكون معقم. حدثت عملية تعقيم، احنا خدنا كام عملية في عمليات الحفظ؟ 2، عملية البسترة وعملية الايه؟ خلي بالك وانتهينا منها. طب نشوف هنا لسه هناخد بقى عملية الغلي، هناخد بعدها عملية التعقيم. هنا المواصفات القياسية للبن المجنس لابد أن اللبن المجنس يجب أن يكون معقم. طب ناخد العملية الثانية في عمليات الحفظ وهي عبارة عن عملية غلي اللبن. هو إحنا بنغلي عندنا وعندكم وفي الدنيا بحالها في البيت، بنغلي اللبن إزاي؟ بناخد شوية لبن في إناء نحطه على نار مباشرة، خلي بالك نغليه نسيبه لما يفور ننزل اللبن. أكبر غلط. دي اسمها الطريقة الشائعة لغلي اللبن في مصر. امال ايه الطريقة الصح لغلي اللبن؟ اذا الطريقة الشائعة بتسيبه لحد بتبص تلاقيه عامل وش. طب انت ما سألتش نفسك الوش ده اتكون ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب اللي خلى الوش يتكون واللبن فار؟ اثناء احداث عملية الغليان بالطريقة الشائعة في مصر بيتكون طبقة من البروتين على الوش نتيجة تلامس الهواء الجوي مع بروتينات اللبن، تتكون طبقة بلاستيكية والنار من تحت منه يبدا يحجز بخار الميه. البخار الميه عايز يطلع، هيطلع ازاي؟ طب الطبقه البلاستيكيه اللي مكونه من البروتين نتيجه تفاعل الهواء وملامسته لوش اللبن او للبروتين عايز يطلع البخار، يقوم شايل الطبقه الايه؟ البلاستيكيه اللي على الوش دي. انت تقول خلاص ده اللبن غلى، في حين لا، دي اسمها الطريقه الشائعه. طب انا عايز اعدل بقى الطريقه. افضل طرق تستخدم المفروض كلنا نستخدمها في عمليه الغلي ان يتم الغلي في حمام مائي. هو الحمام المائي حلة كبيرة جواها حلة صغيرة أو إناء معدني أصغر فيه اللبن. إذا المية تغلي أو تسخن تقوم مسخنة مين؟ اللبن. إذا التسخين مباشر أم غير مباشر؟ لا ده كده بطريقة غير مباشرة، لكن التسخين المباشر عندي بيحقق ضرر أو ما بحججش بيه إن أنا أغلي اللبن بطريقة صحيحة عشان اقضي على كل الميكروبات. اذا الطريقه الصحيحه لغلي اللبن ان يكون داخل حمام مائي، فكره التقليب المستمر اثناء عمليه الغلي.
التبريد المباشر عقب عملية الغلي، لابد ان اعمله عملية تبريد عشان اقضي على جميع الميكروبات. هي درجة حرارة الغلي كام يا اولاد؟ 117 من 100 درجة حرارة مئوية. اذا درجة حرارة الغلي اللي المفروض تكون واخد بالك منها 100 درجة و17 من 100، اللبن المغلي لابد ان يعرض لدرجة حرارة 117 من 100 درجة مئوية. طيب غير كده كمان الطريقة الصح لغلي اللبن في اللي المفروض نتبعها كلنا، غطي الإناء بعد ما تعمل عملية الغلي، ده شيء طبيعي. ليه؟ لعدم حدوث عملية التلوث. منين؟ من البكتيريا اللي موجودة في الجو. يبقى اغلي اللبن صح، اتبع الطريقة الصحيحة. الغي بقى الطريقة الايه الشائعة في غلي اللبن داخل مصر او لكلنا معظمنا بيستخدمها. ما هو الفرق بين الغلي او الغليان والبسترة؟ يعني انت عندك عينة لبن بتغليها وعينة لبن بتعملها عملية بسترة، ايه الفارق ما بينهم من بعض؟ يا ترى في واحدة مميزة عن التانية؟ طب نشوف. يتلخص الفرق بين اللبن المغلي والمبستر في الآتي: اكتساب اللبن المغلي الطعم المطبوخ. وخلي بالك ده انت لو غليت اللبن على النار المباشرة، وده انت ممكن تلاحظها وانت بتشرب اللبن، يكتسب اللبن الطعم الشايط او المطبوخ. ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ ايه السر في الموضوع؟ لو انت بصيت في قاع الاناء بتاع الغلي، خلي بالك اللي هو بيتم الغلي على النار المباشرة، هتلاقي فيه بروتين محترق. البروتين المحترق اللي هو في قاع الاناء ده بدأ يكون مجموعات اسمها مجموعات السلفا هيدرايل، اللي بتكسب اللبن الطعم الشيط او المطبوخ. اذا اللبن المغلي يكتسب الطعم الشيط او الطعم المطبوخ. الطعم الشيط بيظهر امتى؟ لو انا رفعت درجة حرارة الغلي اعلى من اللازم، اللي هي كام؟ 117 درجة مئوية. اتنين في الفرق بين الغليان والبسترة: زيادة درجة تلوث الخصر الناتجة من اللبن المغلي عن المبستر. ليه؟ لأن درجة حرارة الغليان 117 من 100 درجة مئوية، أما أعلى درجة حرارة في البسترة من 80 ل 85. ارتفعت درجة الحرارة، زاد المترسب من بروتينات الايه؟ الشرش، هتزيد تلوث الخصرة. زيادة التغير في طبيعة البروتينات، ولسه انا جايلها، اللي هي الالبيومين والجلوبيولين. زيادة نسبة متحول من فوسفات الكالسيوم من صورة ذائبة تساعد في عملية التجبن إلى صورة غير ذائبة لا تساعد ولا تتمم عملية التجبن. زيادة الفاقد من فيتامين ب اللي هو الثيابين وفيتامين سي. تأثير عملية الغلي على صفات اللبن، هو الغلي بيأثر على صفات اللبن؟ أيوة طبعا، ما أنا لسه جاي دلوقتي، بيكتسب اللبن الطعم المطبوخ. زيادة التغير في طبيعة البروتينات، تحول أملاح الكالسيوم من صورة ذائبة إلى صورة غير ذائبة، زيادة الفقد من الفيتامينات. بقضي على كل الميكروبات عدا، خلي بالك، جراثيم البكتيريا أو البكتيريا المتجرثمة القادرة على مقاومة الحرارة. هي في بكتيريا أو ميكروبات بتتحمل درجة حرارة أعلى من كده؟ في بكتيريا بتحمل درجات حرارة أعلى من ذلك. إذا تأثير عملية الغلي على صفات اللبن بتخلي اللبن طعمه مطبوخ أو شايط، بتتحول أيونات الكالسيوم من صورة ذائبة لصورة ذائبة، بفقد بعض الفيتامينات، كل ده بيحصل أثناء عملية الغلي. وأنا أستخدم اللبن المغلي في إيه؟ إيه استخدامات اللبن المغلي؟ في الشرب والأغراض المنزلية، صناعة الجبن، صناعة الآيس كريم، خلي بالك. طيب مدة حفظ اللبن المغلي، عشان لو جبناها في صورة أكمل، قالك يمكن حفظ اللبن المغلي داخل الثلاجة لمدة نقط، تقول أسبوع. أقول تاني، يمكن حفظ اللبن المغلي لمدة أسبوع داخل الثلاجة دون تلف. وتشير المواصفات القياسية المصرية إلى أن اللبن المغلي هو الذي سخن بدرجة حرارة تكون كافية، خلي بالك، للقضاء على الميكروبات، وإيه كمان؟ وتعطي نتيجة سلبية لاختبار البيروكسوديز. إحنا خدنا اختبار قبل كده، فاكرينه؟ كلامك مظبوط، اختبار الفوسفاتيز اللي هو بيتمم أو بيكشف عن أن البسترة تمت بالكفاءة العالية. طب أنا عايز أعرف الغالي تم بكفاءة عالية ولا ما تمش؟ برضه باختبار اسمه اختبار البيروكسوديز، اختبار البيروكسوديز، دي اسمها استخدامات اللبن المغلي. ثالث معاملة حرارية تتم داخل اللبن وهي عبارة أو تتم على اللبن وهي عبارة عن التعقيم. التعقيم ودي أعلى معاملة حرارية تتم على اللبن. هو التعقيم ليه مفهومين، مفهوم من الناحية الصحية أو مفهوم من الناحية التجارية. طب نشوف التعقيم، نعرفه كده.
هو تعريق جميع جزيئات اللبن بعد تجنيسه، التجنيس اللي احنا واخدينه عقب عملية البسترة. بعد ما تجنس اللبن هتعرضه لدرجة حرارة أعلى من درجة حرارة الغليان. ما احنا عارفين ان درجة حرارة الغليان 117 من 100، اذا اعلى منها من 100 وكام من 100 وكام؟ من 110 درجة مئوي الى 150 درجة مئوي، والمدة لمدة 20 دقيقة الى 2 ثانية. امتى انا احجز اللبن عندي واعمل له عملية تعقيم لمدة 20 دقيقة؟ لو هستخدم درجة حرارة 110 درجة مئوي. طب لو 150 2 ثانية، اذا هناك علاقة عكسية اللي بدأناها في اول حلقة خالص، وقلت لحضراتكم ان هناك علاقة عكسية بين درجة الحرارة والمدة. درجة الحرارة والمدة بتكون كافية للقضاء على جميع الميكروبات حتى المتجرثمة، ايوه حتى المتجرثمة، واتلاف جميع الانزيمات. واوعى تنسى كمان مرة، اوعى تنسى اجراء عملية التبريد الفجائي، ثم بعد ذلك تجرى عملية التعبئة. يبقى احنا كده عرفنا التعقيم. طب فوائد تعقيم اللبن، ايه الفوائد اللي هتعرض عليا من تعقيم اللبن؟ ده انا كان عندي اللبن ما بيقعدش اكتر من 12 ساعة ويروب، ما بيقدرش يتحمل درجات الحرارة، لكن لو عملت له عملية تعقيم هعيش اللبن عندي فترة طويلة، هعيش منتجات اللبن عندي برضو فترة ايه؟ طويلة. اذا فوائد التعقيم سهولة التداول والتوزيع داخل المحلات. بس بشرط وفر له ايه؟ برضو درجة حرارة منخفضة. قلة تكاليف التوزيع. ما انا مش مستعجل، ما انا ممكن احط كمية كبيرة خالص من اللبن في سيارة واعمل عملية النقل. طول مدة الحفظ وسهولة النقل لمسافات طويلة وبعيدة، لأنه بيتحمل درجة الحرارة اللي أنت عامل له عملية تعقيم. طب طرق التعقيم بقى اللي هناخدها، يستخدم في تعقيم اللبن طريقتين رئيسيتين. أولاً التعقيم في أوعية اللبن اللي هي الزجاجات أو العلب الصفيح، يعني في نفس عبوة الاستهلاك أنا هعمل إيه؟ هعمل عملية تعقيم. العبوة عندي هحط فيها اللبن وهيجرى عملية التعقيم والتغليف أو التعبئة والتغليف ثم الخروج مرة واحدة، يعني اللبن هيخش سائل. خلي بالك في بداية عملية التعقيم يا سائل، يطلع في الناحية التانية سائل وغير معقم، يطلع في الناحية التانية سائل ومعقم بدون تدخل نهائي. الطريقة التانية لعملية التعقيم، طبعا في التعقيم اللي هو في أوعية داخل الزجاجات، ويتبع فيها وسيلتين، إما تعقيم في داخل الأوتوكلاف أو التعقيم بطريقة الأبراج اللي هو التعقيم بالأبراج يعني، أو التعقيم بالحرارة فوق العالية اللي هو بجهاز المبادل الحراري، أو بالحقن بالبخار. يعني هعمل عملية حقن للبخار في ماء في داخل اللبن، يعني البخار السخن يدخل داخل اللبن يحدث له عملية التعقيم. طيب أنا هعقم إزاي؟ لخص لي خطوات عملية التعقيم كده. أول حاجة اختيار أو اختبار اللبن، ما ينفعش إن في أي لبن أعقمه. ليه؟ لأن عند اللبن بتاعي أحيانا ممكن يكون الحموضة مرتفعة. طب الحموضة المرتفعة دي هينفع إن أنا أعقم اللبن؟ لا ما ينفعش، لأن بمجرد ما تعرض لدرجة حرارة من 110 ل 150 درجة مئوي هيحدث له عملية إيه؟ هيكون ما يسمى باللبن القطع أو اللبن الرايب، إذا لا يصلح أو لا يقدر على تحمل درجات حرارة التعقيم. خلي بالك من اللي جاي. رقم اتنين او الخطوة التانية في عملية التعقيم التنقية. اعمل عملية تنقية. يعني ايه تنقية؟ يعني التخلص من الشوائب، التخلص من الرواسب اللي موجودة، ده انت هتتعامل داخل اللبن، يبقى لازم لو في شوائب معدية مني او خلايا طلائية لابد من اجراء عملية التنقية الجيدة لعمل اللبن. اذا في جهاز التعقيم لابد ان يكون موجود ما يسمى بجهاز المنقى. ابدأ اعمل في الخطوة الثالثة التسخين المبدئي. هسخن مبدئي برفع الحرارة من 75 الى 85 لمدة 10 ثواني. بس مش دي حرارة التعقيم، لا ده هو بيقولك تسخين مبدئي. ليه؟ عشان ارسب بروتينات اللبن الزائبة. أربعة التعقيم ويتم بإحدى نظامين، يا تسخين مباشر بالتبادل الحراري أو تسخين غير مباشر بالحقن بالبخار. أحقن جواء البخار الساخن، حيث يحقن البخار فتصل درجة الحرارة من 135 بعد ما عملت تسخين مبدئي إلى 150 درجة مئوية، ويحفظ لمدة على نفس درجة الحرارة لمدة 1 إلى 5 ثواني. بعد كده اعمل عملية تجنيس للبن اللي أنت بتعمل له عملية تعقيم. طب إيه العيوب التي قد تظهر في اللبن المعقم بالحرارة فوق العالية؟ خلي بالك اللي هي بعملية التعقيم، يعني ما هي الحرارة فوق العالية اللي هي عملية التعقيم.
لكن ده كانت حراره ايه في البسطره؟ كانت حراره بالحراره العاليه والوقت القصير، دي حراره فوق العاليه اللي هي من 110 الى 150 درجه ايه مئويه. هيتكون عندي ظاهرتين، ده تغيرات من ضمن التغيرات التي تحدث يعني، وهو تكون ظاهره تسمى ظاهره الجل، من اسبابها عدم الاتزان الملحي داخل اللبن، وفي نشاط انزيمي بيظهر عندي، وقد يوجد بعض الرواسب داخل العبوات. وتتوقف على ايه كميه الرواسب دي؟ زمن ودرجه حراره التعقيم وطريقه التعقيم، خلي بالك سواء مباشره او غير ايه مباشره، درجه ومده التسخين الاولي التي يسبق التعقيم اللي هي كانت من 75 ل 85، خليك فاكر مدى كفاءه عمليه التجنيس. اذا التجنيس عندي له دور كبير جدا في اتمام عمليه التعقيم. درجة جودة اللبن الخام المستخدم في الصناعة ونوعه، ده اللبن اللي عندي المفروض يكون خام ذو جودة ايه؟ عالية، حموضته مش مرتفعة، أنا أعمل له عملية تنقية عشان أبدأ أعمل له عملية الايه؟ التعقيم. ما يراعى لإطالة مدة تخزين اللبن المعقم بالحرارة فوق العالية، إيه اللي أنا أراعيه بقى؟ كمستهلك أو كمصنع حتى. واحد، أتأكد من وجود اللبن الخام الداخل في صناعة اللبن المعقم، أتأكد من جودته، يا ترى هو لبن ذو جودة عالية ولا لا؟ لابد أن يكون ذو جودة عالية عشان أحجج إيه، خلي بالك، عشان أعرف أدخله في عملية التعقيم، وعلشان ده شرط أساسي من اللي أنا براعيه أثناء عملية التعقيم. اتنين، استعمال معاملة حرارية كافية في القضاء على الميكروبات المرضية والغير مرضية. استعمال معاملة حرارية، المحافظة على حرارة تخزين منخفضة، إضافة بعض أملاح الفوسفات العديدة. خصائص اللبن المعقم بالحرارة فوق العالية، عدم وجود اختلاف ملحوظ في النكهة أو الطعم، عندي ارتفاع قابليته للحفظ لمدة طويلة قد تصل إلى 6 شهور أو 3 أسابيع، من 3 أسابيع ده في الجو العادي، 6 شهور في درجات الحرارة أثناء اللي أنا بعرضها ليه أثناء عملية التبريد. يكون اللبن الناتج بهذه الطريقة معقما ونظيف جدا من ناحية البكتيرولوجية، لا يحدث أي نقص في القيمة الغذائية، يحدث انخفاض بنسبة 20% في الفيتامينات، لا تحدث دنترة كاملة للبروتينات اللبن، خلي بالك لبروتينات اللبن. شدة حساسية هذا اللبن للأكسدة، أثبتت التجارب نتائج مرضية في تغذية الأطفال بهذا اللبن، خلي بالك. إزاي أنا أقدر كفاءة عملية التعقيم؟ باختبار التعكير، الشرش اللي هيطلع أثناء عملية التعقيم أشوفه، يا ترى لو أنا غليته هيتعكر ولا مش هيتعكر؟ ما تعكرش، إذن التعقيم تم بكفاءة عالية. اتعكرت إيه؟ الشرش، إذن التعقيم لم يتم بالكفاءة إيه؟ العالية. إذن تقدير كفاءة البسترة باختبار الفوسفاتيد، تقدير كفاءة الغلي باختبار البيروكسودين، تقدير كفاءة التعقيم باختبار يسمى اختبار التعكير، يسمى اختبار التعكير. ما هي المواصفات القياسية للبن المعقم؟ لابد أن يكون مجنسا، أن يسخن كل جزء فيه إلى درجة الحرارة والمدة اللازمة، أن يعطي نتيجة سلبية لاختبار التعكير، لا تزيد نسبة الدهن في العشر العلوي من نسبة الدهن في العشر العلوي في العبوة عن 10%، لا يطرأ على خواصه أي تغيرات خالص عند تركه لمدة 3 أيام أو على درجة حرارة 37، يجب ألا تقل نسبة الدهن في اللبن المعقم المعدل عن 3%، يبين على العبوة تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، خلي بالك مدة الصلاحية وتاريخ الإنتاج. نرجع سريعا كده، إيه اللي خدناه النهاردة؟ ركز معايا، خدنا حفظ اللبن بالمعاملات الحرارية. طب على افتراض يا أولاد ما عنديش أو أنا مش هعمل معاملات حرارية على اللبن وعايز أحفظه، هحفظه بإيه؟ بالتبريد. ولكن الحفظ بالتبريد لا يسمى حفظ على المدى الطويل، وإنما حفظ على المدى القصير. بمجرد زوال عملية التبريد، خلي بالك، أو أنا أطلع اللبن من التلاجة أو من الديب فريزر، أصبح عندي وسيلة الحفظ اختفت، يبدأ ينشط، تبدأ تنشط البكتيريا أو الميكروبات في وجود عامل مهم أو مكون مهم جدا داخل اللبن وهو عبارة عن الماء، تبدأ تنشط البكتيريا وتسبب أو تحدث عملية الفساد. طب أنا عايز أتغلب عن كل ده، أتغلب بإيه؟
ده نتغلب بايه؟ بالمعاملات الحراريه، نتغلب بالمعاملات الحراريه اللي ذكرناها، البسترة، التعقيم، الغليه. وقتنا خلص مع حضراتكم بسرعه جدا، اتمنى نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. كان معكم مهندس نشط القصاص، موجه البيان بالتربيه.